السلام عليكم، معكم المزوق عادل. اليوم انا ابن السيده حبيبه زيدي، والغريب في الامر هو اننا احنا حررنا مجموعه ديال الشكايات من سنه 2017، الا انها لا تتحرك. مجموعه كبيره من الشكايات ما كتحركش لاسباب نجهلها. الوالده ديالي معتقله رغما عن حالتها الصحيه، رغما عن ظروفها، رغما عن وجود جميع الضمانات القانونيه التي تضمن بانها تحاكم في حاله صراح. اليوم احنا كنطالبوا بالانصاف، كنطالبوا في المساواه امام العداله، كنطالبوا بمجموعه ديال الامور. هذا النوع ديال المحاكمات هو محاكمات كتضرب بالصوره ديال المغرب، الصوره الحقوقيه خاصه، وبالجو كتضرب عرض الحائط، الجهود الكبيره اللي ضربها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياه في اعطاء المراه المغربيه القيمه الحقيقيه ديالها والرفع منها ومن الكرامه ديالها. الا اننا نقابل بان هناك تمييز في محاكمه والدتي والتكابل عليها وعلى عائلتها بطريقه مافيوزيه. يعني جبدوا العائله كامله، بغا يدخلونا في دوامه كامله. الطرف الاخر والمشتكي والمشتكى به لا يسال لاسباب نجهلها، والمساطر لا تمشي بالطريقه الصحيحه ولا كتمشي بالازدواجيه القانونيه، بينما تعطل المساطر في قبل مساطر اخرى رغم انها تهم نفس الامور، نفس الاشخاص، نفس الاحداث الى اخره. حنا اليوم كنوجهوا النداء الى رئيس النيابه العامه شخصيا، تنقول الله يجازيك بخير، ما تدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكنوجه أيضا نداء إلى السيد رئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد فارس، كنطلبوا منه أيضا بأنه يدخل لوقف هذا النزيف الحقوقي والقانوني، وكذلك لتفعيل أوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إحقاق دولة الحق والقانون التي تضمن لجميع مواطنيها المساواة أمام القانون، الفصل 6 من الدستور المغربي. احنا اليوم غير قادرون، لم نعد قادرين على الحصول على شروط المحاكمة العادلة، لأن هناك تكابل كبير جدا من طرف بعض الأشخاص الذين يمثلون المؤسسات على حقوقنا وضد حقوقنا المشروعة الدستورية والقانونية والحقوقية، في تساؤل يطرح نفسه ماذا يجري في أكادير. احنا اليوم غادي نسلكوا المساطر اللي يخول لنا القانون هو تشكك المشروع، وتشكك المشروع هو من حقنا، لاننا لحد الان ما قدرناش ناخذ حقنا في اكادير. وكنطالبوا من المسؤولين تدخل عاجل لوقف ولاحتواء هذا المشكل، لانه يقدر ياخذ ابعاد كبيره، وكلنا ثقه في المؤسسات وفي هذ المسؤولين. وشكرا جزيلا.